الحمد لله على كل شيء، قدمنا مباراة كبيرة. أكيد الجو أثر فينا، الحرارة كانت مرتفعة، الوقت ما ساعدناش، لكن قبل المباراة كنا عارفين بالظروف اللي راح تكون في المباراة. الحمد لله خلينا كما نقولوا احنا فرصة تأهل قائمة، مازالتنا فرصة في المباراة الثالثة إن شاء الله. احنا فريق كنا حابين نفوز اليوم، كنا حابين ناخذ 3 نقاط، لكن المهمة كانت سهلة. بوركينا فاسو فريق كبير، فريق عنده لاعبين في مستوى عالي، جمهورهم اليوم كان حاضر وأزرهم، أكيد كان ضغط علينا، لكن الحمد لله خلينا كما قلت لك الفرصة، والمقابلة الثالثة تكون مهمة بالنسبة لنا إن شاء الله. بيان سور نجم تقول نقص التركيز، التركيز كان شوية ناقص اليوم، منحملوا حتى واحد المسؤولية، احنا نلعبوا كفريق واحد، اكيد هذه اذا غلط لاعب ولا ضيع لاعب فرصة، هذه نلعبوا كفريق واحد كمجموعة واحدة، هذه اكيد. لكن المباراة كانت صعبة، الناس الكل شافت اللي بوركينا فاسو اليوم فريق قدم مباراة كبيرة، عنده لاعبين في مستوى عالي، احنا كمنتخب عارفين هذا المهمة ان شاء الله، نحطوا كما قال لك رجلنا في الارض ونخدموا. المباراة الثالثة راح تكون مهمة جدا. شكرا. D'accord. Juste après, vous avez droit à la traduction simultanée, ne l'oubliez pas. Donc voilà, la deuxième question ici. أكيد. بالنسبة لي أنا التهديف بالنسبة لي يعطيني الثقة، يعطيني العزيمة باش نعاون أصحابي. أهم شيء هي تشتغل مع المجموعة، نخدمو كمجموعة واحدة. أكيد أنا مهاجم لازم نسجل، هذه الخدمة تاعي، لكن الخدمة الأولى هي الدفاع، تحاول تدافع مع أصحابك وتعطي كل شيء ما عندك، وربي يوفقك كي تجيك فرصتين لازم تسجلهم. الحمد لله اليوم فرصتين سجلتهم، عطيت كما نقولوا روح جديدة إن شاء الله، وعطيت أمل للفريق تاعي إن شاء الله، نعطوا كل شيء ما عندنا باش نكاليفو إن شاء الله. كنا لو كملنا 0-0 الشوط الاول كنا قادرين ندخل الشوط الثاني، كنا قادرين نخلصوا المباراه اكيد، لكن اخر دقيقه في الشوط الاول تلاقينا هدف، نجم تقول المعنويه طاحوا، لكن في بين شوطين المدرب كلمنا واعطينا تكلمنا مع بعضنا باش ندخل المباراه لازم نفوز بها، واذا ما نفوز بها ما نخسروش.